السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هارون رشيد كان راح منطقة اسمها الرقة، فالناس سابت الموقف بتاعه ومشيت ورا عبد الله مبارك، حتى تقطعت النعال وارتفعت الغبرة وكانت زحمة جدا. فأم ولد لأمير المؤمنين بيبص كده، ايه ده يا اخوانا، في ايه؟ قالوا ده عالم من خراسان جه عندنا فلازم نروح له. طب أمير المؤمنين اللي أصلا مش موجود معاكم وما بيجيش غير فين وفين، أول مرة جالكم؟ قال لا لا، ده عبد الله، يعني عبد الله بن مبارك عالم من العلماء. فقالت يعني سبحان الله، هذا الملك ولا ملك هارون الذي لا يجمع الناس له إلا بالشرطة والإعوان، ونكلم المحافظ ونكلم المديرية وجمعوا لنا الناس، طب ادوهم فلوس، طب ادوهم حوافز، بحيث ان هم يكونوا ناس كتيرة موجودة بتستقبلوا في القطر. سبحان الله، الواحد افتكر الموقف دوت ساعة وفاة الكاتب الكبير رحمه الله توفيق الله يرحمه. ناس كتيرة سافرت مخصوص طنطا على أساس ان هي تحضر العزاء، ما شاء الله، وحاجة جميلة جدا، ناس زحمة جدا وناس كتيرة فضلت هناك وكده. سبحان الله، العمل الصالح هو اللي بيبقى، الحاجة الكويسة هي اللي بتبقى، لأن الراجل لم ينافق ولم يغير رأيه. نفاقا للقراء، يعني في ناس بتنافق السلطة وفي ناس بتنافق القراء، لا، هو الراجل كان بيكتب رأيه بصراحة. فده درس نتعلمه، إن أنت تعمل الحاجة اللي ربنا يرضى عليك فيها، والحاجة الكويسة والحاجة اللي انت تكون مستمتع بيها، وتحس انها لا بتنافق الناس ولا بتنافق زملائك ولا بتنافق المدير، انت بتعمل الحاجة حاسس انها صح وفي المصلحة العامة ان شاء الله. فسبحان الله، يعني الواحد دي ممكن يقول اه ده في زحمة جامدة على الممثلة الفلانية او هنا او هنا، بس يعني الحاجة الكويسة اللي تبقى. العلماء يعني شفنا جنازات علماء كتير جدا، زحمة كتير ازاي، وطلبة العلم بتوعهم بيجيلهم ازاي، والناس اللي استفدت منهم بتيجي ازاي. بينما المحافظ او الوزير او رغم المواكب ديت، ساعة الجنازات مفيش حد بيفضلهم ولا حد يعني بيفتكرهم حاجة حلوة. ففكر ساعة لما الله توفاني، الناس هتفتكرني بإيه والناس هتقول إيه؟ هتلاقي نفسك أعمالك بتختلف تماما، وربنا يهدينا للأعمال الصح إن شاء الله.